كنت بوريك حاجه وانت مش مركز معايا. لا ما خدش بالي، ما خدش بالي والله يا عسل حلو. عمال ايه؟ عمال اهز نفسي مع يا صباح الخير يا اللي معانا. انت عارفه بتعمل ايه؟ انت حاله فلاش باك كده الايام حلوه، فبشكل لا ارادي تلاقي نفسك عماله كده. فلا ما خدش بالي بتشاور على ايه. طب نقول صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير على حضراتكم. ونص الاسبوع يوم الثلاث و10 الصبح في الاهلي. معانا النهارده اخبار حلوه جدا خاصه بالنادي الاهلي، وقد ايه احنا بنفرح بالالعاب المختلفه وابطالنا في الالعاب المختلفه ان هم بيحرزوا يعني بطولات ورانكينجز حلوه جدا، وده اللي احنا متعودين عليه في كره القدم واكيد في اي رياضه تابعه للنادي الاهلي. هنتكلم في كل ده على مدار الحلقه. صحيح. صباح الفل. صباح العسل عليكي. صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وحلقه جديده، وبالصدفه البحثه النهارده الكلام اللي بتقوله الهواند ينطبق بحذافيره على الجزء الاول من حلقتنا. احنا النهارده محملين بالكثير من الاخبار الجميله والانتصارات الاهلاويه الجميله والمتلاحقه الحقيقه، وكما هي العاده في فرق النادي الاهلي المختلفه في الرياضات المختلفه. في الجزء الثاني من حلقتنا هيكون عندنا كالعاده فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هتكون مع المستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو، وفقرتنا الثانيه هينورنا من خلالها الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي اللي هنتكلم معاه عن كتير من التفاصيل اللي اعتقد ان اغلبها تهم حضراتكم. بص بقى، خلينا نبدا زي ما احنا قلنا كده، نقول مبروك لرجال الاهلي الفريق الاول لكره السله. زي ما حضراتكم تابعتوا رجال بالنادي الاهلي توج بلقب بطوله كاس مصر على حساب فريق الاتحاد السكندري. كانت مباراه قويه جدا بعد ما اتغلب عليه في المباراه. طبعا كانت المباراه بين الفريقين بمجمع الصالات، صالات الدكتور حسن مصطفى. النتيجه كانت كام؟ كانت 69-65. المباراه بقى هنا لو هنتكلم عن الاداء، لا كان اداء قوي جدا بصراحه من الفريقين. يعني مش هنتكلم نقول بس من فريق النادي الاهلي، من الفريقين، ولكن نجح لاعبي الاهلي في الظهور بشكل فعلا مميز، خاصه احنا بنتكلم عن ايهاب امين وعمر الجندي ومحمد ابو النصر. يعني اداء مميز 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 جدا. كمان سيف سمير وسيف سمير توسون واحمد اسماعيل، ده يعني عايز اقول لحضراتكم قبل ما تنتهي كمان المباراه بفوز الاهلي بنتيجه برده 69-65 زي ما كنا بنتكلم، كان يعني مجهود مبذول على الارض حاجه محترمه. لما تشوف كده اللاعب وهو بيديك افضل ما عنده، بيعمل اخر حاجه يقدر عليها زي ما بيتقال كده، اخر حاجه عنده بتؤدى في الملاعب، فحاجه كانت محترمه يعني انهت المباراه بالفوز، واعتقد فوز مستحق جدا، فحاجه بجد محترمه. مبروك علينا واسعدتونا امبارح. يمكن كنا بنقول المباراه هتبقى غدا وعايزين ان احنا نفرح، لكن الحمد لله فرحنا وحققوا لنا ده، فاعتقد حاجه محترمه جدا يا كريم. طبعا طبعا، لا انجاز انجاز كبير، مفيش ذره شك في هذا الامر. وطبعا مليون مبروك، فوز غالي وعن جداره واستحقاق لفريقنا. كمان حرص الكابتن محمود الخطيب على تهنئه لاعبي الفريق الاول لكره السله رجال وجهازهم الفني والاداري والطبي بمناسبه الفوز ببطوله كاس مصر، وطبعا اشاد بالروح العاليه والاداء المتميز والانضباط الفني والسلوكي كمان لكل لاعب من لعيبه النادي الاهلي، وكمان اثنى على اصرارهم على احراز الكاس وبالتالي اسعاد جماهيرهم اللي تستحق كل التحيه واللي بتساندهم دايما في كل المواقف. قال كابتن محمود الخطيب ان هذا الفوز لم يكن ليتحقق الا بالتعاون والتكاتف بين كل عناصر الفريق وقيام كل فرد بدوره على الوجه الامثل ليتحقق النجاح في هذه المرحله، لكن طموحات جماهير الاهلي لا تتوقف عند احراز اي بطوله ودائما ما تطلب المزيد من الالقاب، لذا فان هذا الفوز يعني يحمل الجميع مسؤوليه اكبر لبذل المزيد والمزيد من الجهد لحصد المزيد والمزيد من البطولات بما يتماشى مع قيمه ومع تاريخ النادي الاهلي الكبير. طبعا مليون مبروك. طب هل احنا الاخبار الحلوه بتتوقف هنا؟ لا، فعلا معانا اخبار ثانيه حلوه جدا عن فريق جمباز الاهلي تحت 12 سنه اللي توج ب 26 ميداليه متنوعه، ده ضمن منافسات بطوله الجمهوريه اللي كنا طبعا متابعينها مع حضراتكم. النتائج جت، ابرز بقى لاعبات الاهلي كده، جانا سامح حصلت على 6 ميداليات وخمس ميداليات ذهبيه وفضيه. وعايز اقول لحضراتكم برضو حققت اللاعب رزان عصام فؤاد 5 ميداليات واثنين ذهبيتين فضيتين وبرونزيه واحده، وحصدت اللاعبه كارما وائل مجدي 5 ميداليات ذهبيتين وثلاث برونزيات، وحققت اللاعبه ايضا فريده محمد مصطفى 3 ميداليات، وفازت اللاعبه رهف وائل عبد الله بميداليتين برضو، وحصدت اللاعبه جودي محمود سامح ببرونزيتين، واللاعبه جودي ايمن محمد الميداليه البرونزيه برضو يعني، وفازت ايضا اللاعبه هدى محمد حسين بالميداليه البرونزيه، ولسه
ولسه اسماء كتيره جدا. عايز اقول لحضراتكم يعني حاجه محترمه فعلا. فريق ناشئات جمباز الاهلي احنا تابعناه هنا من زمان وكنا بنتكلم، وقبل كده كان معانا على الهاتف برضو يعني بعض اللاعبات وكنا بنتكلم في مشوارهم ازاي. انت بتتكلم ان انت بتعد النشئ بهذا الشكل المحترف علشان بعد كده يطلعوا ويبقى فيرست تيم، ويبقى عندك برضو فيرست تيم يا كريم يعني زي ما بيتقال كده بمستوى دولي مش بمستوى بس محلي، حاجه كانت محترمه جدا. فاحنا محتاجين نعرف مزيد من التفاصيل. معانا دكتور محمد فؤاد مدير جهاز الجمباز بالنادي الاهلي. يا دكتور محمد صباح الخير طبعا في البدايه على حضرتك. صباح الخير يا هوان، صباح الخير يا كريم. خبر جميل وحاجه حلوه ان احنا نشوف الناشئين عندنا والناشئات بهذا الشكل المحترف، وده مبشر جدا كمان لبعد كده. خلينا نعرف من حضرتك اكتر يا دكتور. طبعا صباح الخير عليكم وشكرا لحضراتكم على المداخله. طبعا ببارك لبناتنا اللي حققوا الانجاز الكبير واولياء امورهم اللي تعبوا وراهم، لان ده نتيجه جهد عمل سنه. لكن النتيجه اللي بتقوليها دلوقتي دي هم اشتغلوا عليها بالظبط من سنه. فجهد شاق، تنظيم مواعيد، التزام في التدريب، مشقة الجمع بين المدرسة والمذاكرة والتمرين، مشوار طويل جدا جدا جدا، ربنا في الآخر الحمد لله بيكلله بالنجاح. صحيح. وتضافر كل الجهود، لولا مساندة إدارة النادي، مساندة إدارة النشاط، الجهود المبذولة من أولياء الأمور والمدربين. صح. والبنات، البنات هم البطلات الحقيقيات للإنجاز الكبير ده، لان جهد كبير وتعب كتير 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 عشان نوصل الى النتيجه دي، لان احنا دايما بنلعب على المركز الاول، دايما متعودين في النادي الاهلي ان احنا مش المشاركه من اجل المشاركه دي، يعني طبعا حضراتكم عارفين مش وارده في النادي الاهلي. صح. فبنات بتشتغل بروح النادي الاهلي والجهاز الفني بيشتغل كده، والحمد لله ربنا بيكرم في الاخر، التوفيق من عند ربنا ان النتيجه بتيجي بالشكل ده. لكن عمليه صعبه جدا الاستمرار طول السنه تحت ضغط. طب ايه كانت دكتور محمد يعني اصعب الماتشات؟ وخلينا نعرف برضو الكواليس اللي حضرتك كانت بتجمعك باللاعبات، يعني محتاجه اعرف اكتر الحته دي او الجزئيه دي. هو احنا عندنا مشكله بتواجهنا في المرحله، اولا طبعا خلي بالك سن 12 سنه ده الناس قد تبدو يعني ان ده سن صغير او لا، ده دول بقالهم ست سنين بيلعبوا، عندهم خبرات وجمل صعبة وبيعملوا حركات على مستوى عالي، يعني مسألة بالنسبة لهم معقدة مش بسيطة، فبالتالي الإعداد لها كمان بيكون مش سهل، لأنك بتعد لأنك هتلعب على حاجة صعبة طبعا. فلازم البنات يعدوا نفسيا، يعدوا عقليا، إزاي يفكروا بفكر البطولة، إزاي نفسيا يتحملوا المنافسة وضغط البطولة، يتحملوا طول الموسم. فكل الوقت ده طول الموسم احنا بنتكلم مع البنات ونعمل شحن ونعمل تجارب للبطوله، كاننا بالظبط بروفات للبطولات. ازاي ما بنبتديش بنفس الباور بالقوه في بدايه الموسم عشان ما يتعبوش على نهايه الموسم، بننظم جهدنا وتدريبنا تصاعدي بحيث نوصل للقمه، لان احنا بنلعب بطوله جمهوريه مباراه واحده. فده بيعمل ضغط جامد، ان ما عنديش تعويض، ما عنديش، لو اتغلبت النهارده ممكن الماتش الجاي اعوض، ما عنديش. وبالتالي ده عايز اعداد نفسي خاص، ان البنت توصل في اليوم ده هي رايحه في اعلى مستوى بدني ونفسي ومهاري وعقلي. صح صح. يعني أنا متأكدة إن زي ما حضرتك كده ذكرت في بداية كلامك، الموضوع مشوار طويل واستعدادات وكواليس وأبس أند داونز وحاجات زي كده كتيرة جدا، في النهاية يعني أصفرت على الحمد لله الميداليات الكتيرة جدا اللي النادي الأهلي حصدها. مزيد من التألق إن شاء الله، ربنا يوفقكم مزيد كمان ومزيد دكتور محمد، هو ده اللي إحنا متوقعينه منكم. شكرا جدا. شكرا. شكرا أمان. شكرا. اللي أنا عايز أقوله النقطة دكتور محمد اتكلم فيها كريم، فعلا احنا دايما بنتكلم عن البطوله في النهايه، لكن بيبقى في مشوار طويل جدا. بتيجي مثلا حتى حد بياخد جايزه، حد بيتكرم، حد بياخد بطوله، وبتكلم هنا على كل المستويات مش بس حتى المستويات الرياضيه، تلاقي في مشوار، في مشوار طويل قوي عشان توصل لهذه النهايه. فلا، وكم تكلم هنا لو هنتكلم تحديدا على الناشئات عندنا 12 سنه، احنا نسمع 12 سنه
12 سنه ده حاجه بيبي يعني، لا بس فعلا هم ابتدوا من 6 سنين وهم عندهم 6 سنين، فبقى لهم 6 سنين بيلعبوا، فدول ناس يعني ناشئات ولكن محترفات. فيعني حاجه تفرح بصراحه لما تلاقي عندك ده. احنا دايما بنقول الناشئين والناشئات بتوع النادي الاهلي هو ده المصنع اللي بيخرج بعد كده النجوم اللي بترفع اسم النادي الاهلي بعد كده في كل المحافل الدوليه حتى ومحليا. فحاجه بصراحه حلوه، حاجه حلوه ومش بس تفرح، حاجه تفرح وحاجه تطمن يعني. أيوة. زي ما انت بتقولي كده، هو خط انتاج لافراز الكثير من المواهب اللي هينتج عنهم الكثير والكثير من الابطال والبطلات في رياضات مختلفه، كلهم هيكونوا متاسسين مظبوط باسس النادي الاهلي، الاسس اللي بتخلي كل فرق النادي الاهلي في الرياضات المختلفه كلهم عندهم نفس التوجه وكلهم عندهم نفس الـ 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 الاداء وحتى السلوك وكذلك رؤيه الدنيا. يعني كلهم عندهم اليقين بتاع ان بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لاي حد لابس تيشيرت النادي الاهلي المركز الثاني زيه زي الاخير، فما نشغلش بالنا كتير يا الاول يا ملوش لازمه. والله العظيم. فدي طبعا في حد ذاتها بتشكل ضغوطات كبيره، بس هم قدها وقدود. وزي ما حضراتكم بتتابعوا معانا البرنامج، احنا ما فيش حلقه من الحلقات بتخلو من انباء طيبه وجميله وواعده كمان يعني تخص فرق النادي الاهلي المختلفه. طيب برضو استكمالا للاخبار الحلوه اللي احنا يعني مجهزينها لحضراتكم النهارده، عايزين كمان نعرفكم انه كثفت اللجنه العليا المنظمه لبطوله كاس العالم للجمباز القاهره 2022 كثفت عملها خلال الساعات الماضيه طبعا استعدادا لبطوله العالم للجمباز، وتحولت الصاله المغطاه رقم 1 في استاد القاهره الدولي الى خليه نحل بالمعنى الحرفي. كل متواجد على مدار اليوم إقامة ورش عمل لجميع اللجان المشرفة على هذه البطولة، حاجة فعلا تشرف أن مصر ثاني وثالث ورابع بتستضيف من جديد منافسات بطولة عالمية وهي بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، واللي إن شاء الله هتقام بإذن الله بمنتهى النجاح في الفترة من 17 وحتى 21 من مارس. طبعا مهم جدا ان يعني دور كل فرد في هذه المنظومة لإنجاح هذه البطولة وبالتالي الخروج بالصورة التي تليق باسم مصر في يعني الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقة يعني احنا ما عندناش ذرة شك في هذا الأمر. ولو حضراتكم تفتكروا احنا الفترة اللي فاتت على مدار يمكن السنتين اللي فاتوا وفي عز مشكلة كورونا مصر احنا اتكلمنا كم مرة عن كم بطولة مصر نظمتها. صحيح. طيب خلينا بقى نروح بعد كده برضو لحاجة محترمة جدا، وده استكمالا للكلام اللي كريم كان بيقوله وللأخبار اللي معانا واستضافة مصر هنا كمان للبطولات الدولية المختلفة. امبارح تحديدا كمان وزير الشباب والرياضة وزير التعليم العالي عملوا اجتماع لبحث تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للجامعات للسكواش، واللي هتستضيفها مفروض مصر خلال الفترة من 7 ل 13 نوفمبر 2022. لو هنيجي نتكلم، هو ده حدث حلو او ده شيء جميل؟ ده شيء جميل جدا على فكرة المصر حصول على شرف استضافة يعني فعاليات بطولة العالم للجامعات للسكواش، أكيد حاجة كويسة جدا وحاجة لمصلحتنا جدا. بتكلم هنا عن كل الجهات سواء وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالي، البحث العلمي، الاتحاد المصري الرياضي للجامعات، وجميع كمان الجهات المختلفة أن هي بتشتغل وبتعمل من أجل إنجاح البطولة دي والخروج كمان بالمظهر اللائق اللي يليق باسم مصر. ده أكيد ده اللي احنا منتظرين وده اللي احنا واثقين أن هو هيحصل. كل ده يعني أكيد بفضل طبعا القيادة السياسية للمنظومة الرياضية المصرية وكافة مفرداتها لجعل من مصر فعلا مركز رياضي عالمي بيمتلك كمان بنية رياضية ذات مواصفات عالمية وجاهزة لاستضافة مختلف المنافسات الرياضية الدولية على مدار العام. وعايزة أقول لحضراتكم كمان هيتم استقبال لجنة الاتحاد الدولي للسكواش واللي هتصل مصر يوم 21 مارس تحديدا للوقوف بقى على الاستعدادات واستعدادات مصر لاستضافة البطولة. فالكلام ده لو احنا بنقوله بعد ممكن يجي يقول لك يا كريم يعني انتوا بتكبروا الموضوع قوي. لا احنا ما بنكبرش الموضوع. اقول لحضراتكم ليه؟ لان احنا لو رجعنا لكذا سنه ورا شويه هتلاقي ان احنا ما كانش عندنا من الامكانيات ولا البنيه التحتيه ولا الاستعدادات ولا العماله اللي هو العنصر البشري الاساسي. انا مؤمنه جدا ان العنصر البشري هو اهم شيء في اي دوله، في اي مشروع، في اي كيان. لو انت عندك الخطه وما عندكش العنصر البشري الذكي المجتهد الجيد عمرك ما هتوصل ان انت تحقق اي انجاز. فزمان كم سنه كده ما كانش عندنا ده، بقالنا كذا سنه مؤخرا بنشوف تطور كبير جدا وبنشوف على المستوى المنشآت وعلى المستوى العنصر البشري وعلى المستوى التنظيم وعلى المستوى الإدارة. ده اللي بيمكنك في النهاية ان انت تقدر تتكلم وبثقة انك تقدر تستضيف بطولات دولية
متعدده، واحنا شفنا ده الفتره اللي فاتت ولسه هنشوف ده كتير. ففي تغيير حصل، في تغيير حصل، فلازم ان احنا نتكلم ونحط كده يعني بوينت عليها ونفرح بيها كمان. واعتقد مصر قادره على كمان استضافه ان شاء الله نقول بقى كاس العالم يعني قدام. احنا مش لسه هنقول ده، احنا لسه قايلين من شويه. بعدين انا مش يعني فكره ان احنا هنبقى بنهول، هنهول في ايه؟ احنا بنقول لحضراتكم خبر مصر هتنظم كاس العالم في البطوله في الرياضه الفلانيه، وبطوله العالم في الرياضه الفلانيه. أيوة، مش بنتكلم على ان الدوله بتنظم دوره رمضانيه، احنا بنتكلم على كاس عالم. ومش بنجيب حاجه من عندنا، ما احنا فعلا بنشهد كلنا. وزي ما بيقولوا كده في البلد، اللي ما بيشوفش من الغبار بيبقى اعمى. يعني انجاز التعبير في هذه الحاله، لان فعلا في انجازات اللي ما يتكلمش عنها يبقى ناكر او جاحد، اللي ما بيشوفهاش يبقى هو عنده مشكله فعلا ومحتاج يكشف نظر. طيب تعالوا بقى ندخل بينا يا حضرات على منتخبنا، واللي ان شاء الله كل دعواتنا متواصله لغايه انطلاق هذه المباراه، اللي طبعا بصدد الحديث حولها. بدا العد التنازلي على مباراه طبعا مصر والسنغال باذن الله، وان شاء الله ان شاء الله نحسم التاهل من هنا من القاهره قبل ما نسافر لماتش العوده. بس انا الحقيقه حابب اقول في الحته دي يعني جزئيه كده ايه بتحضرني في هذا الاطار، ورساله بتوجه بيها اكيد انا وكتير من الناس اللي اكيد برضو ممكن يبقوا متفقين معايا بشانها، كلمتين كده لينا ولجماهير المنتخب في كل مكان، وخصوصا الجماهير اللي هيحضروا ان شاء الله المباراه في الاستاد. لازم ندعم منتخبنا بقوه وبروح، مش ندعم اللعيب الفلاني منفردا لمجرد انه بينتمي للنادي اللي انا بنتمي ليه او النادي اللي انا بشجعه. احنا لازم نشجع وندعم منتخبنا بمنتهى القوه. احنا بنلعب في بطوله كبيره جدا جدا جدا، ومفيش مساحه بقى اللي اسمها ايه، اصل ده اهلاوي وده زملكاوي، ده بيراميدزاوي وده اسماعيلاوي، بالظبط كده. مفيش مساحه للنوع ده من الامور خالص. احنا في الاخر بنتكلم على منتخب مصر، اللعيبه دي بيلعبوا تحت شعار علم مصر ولابسين تيشيرت منتخب مصر. ده اللي منتخبنا منتظره مننا كجماهير، سواء حاضره في الاستاد او جماهير بتشجع في كل مكان. احنا بدورنا كلنا ثقه في الجهاز الفني وفي اللعيبه، وعايزين ال 60,000 مشجع اللي ان شاء الله هيحضروا ويشجعوا ال 90 دقيقه او ايا كانت بقى المده اللي هتصل اليها هذه المباراه، عايزين استاد القاهره يشتعل بالنشيد الوطني وبتشجيع لعيبه المنتخب بشكل متساوي. بص هيحصل، هيحصل ان شاء الله. انا مش عارفه، انا كان نفسي نحضر، ممكن نظبط الموضوع ده، بس هيحصل، هيبقى مشهد محترم جدا، احنا متاكدين من ده. بس انا بقى النقطه اللي تهمني اكتر كمان يا كريم هي نقطه التنظيم. يعني عايزين يبقى فيه برضو نظام، احنا كجماهير. يعني احنا شفنا وسمعنا في المانشيتات المختلفه والجرايد المختلفه عن يعني الدوري الانجليزي والمكسيكي والحاجات اللي كانت بتحصل والمهازل اللي كانت بتحصل، واللي اصفرت على وفيات. صحيح. اصفرت على وفيات. فاحنا مش عايزين نصدر هذا المشهد. احنا نقدر ولما بنحب نصدر مشهد متحضر بنعمل كده على فكره. احنا فاكرين حاجات واحداث كتيره جدا زمان، قدرنا ان احنا نوصل بالصوره الراقيه المحترمه اللي هي اصلا بيمتاز بيها وبيتميز بيها الشعب المصري. ده اللي احنا عايزين دايما نحافظ عليه. فلو هنتكلم عن ماتش زي ده، ماتش زي ده مش بس احنا اللي هنكون يعني او الجاليه اللي بتشجع مصر او حتى الجاليات العربيه، لا، العالم كله هيبقى بيتفرج، لان هي مباراه اكيد مهمه جدا وبطوله مهمه جدا. فاحنا لازم نظهر بالمشهد اللي يليق بنا كجماهير مصريه. فهي دي النقطه اللي احنا بس عايزين ناكد عليها. يعني معنى اصح برضو عشان يبقى واضح، حضراتكم اكيد عارفين ان الدخول بيكون بالفان اي دي اللي هي بطاقه الحضور. تمام. وكل واحد مفروض بيكون حاجز تذكرته. اللي معهوش تذكره ما يروحش، يعني ما فيش حد هناك ممكن ان هو يفتكر انها هتمشي كده، يلا 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 يا معلم تعالى نروح وهندخل. لا، ما حدش هيدخل. اللي معهوش الفان اي دي وتذكرته مش هيحضر. يعني بلاش نروح ونعمل يعني مشهد مش لطيف، نعمل تكدس، نعمل حاجات ملهاش اي لازمه. احنا عايزين يبقى الموضوع منظم، مش عايزين اي مشاكل، عشان حتى المنتخب يبقى داخل مش سامع اي مشاكل بره. عايزين نهيئ الجو على قد ما نقدر للناس ان هي تأدي اداء يليق باللي احنا اصلا بنرجوه منهم. فيا ريت دي نقطه مهمه جدا يعني مع حضراتكم نخلي بالنا عليها. مش هنتكلم كتير، ولكن خلينا نروح بقى لاسعار هنا التذاكر برضو علشان حضراتكم تبقوا عارفين. امبارح شركه تذكرتي بالظبط اعلنت فتح بقى باب الحجز وبدءا من اليوم، وكمان اعلنت اسعار التذاكر. سعر التذاكر المقصوره 2000 جنيه.
الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى علوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيه، والدرجة الثالثة 100 جنيه، دي الأسعار اللي أعلنت عنها شركة تذكرتي، وباب الفتح زي ما بقول لحضراتكم خلاص بدءًا من النهاردة تم فتح باب حجز التذاكر، فيلا كل التوفيق وإن شاء الله خير زي ما يعني أنا مع السيناريو يا كريم لو هتسألني إن إحنا لازم نحسمها من هنا. كل حاجة يعني مهيئة ليك ان انت تفوز من هنا، يعني نتمنى ان فعلا في ماتش الذهاب يتم حسم الامر، ما ننتظرش ليه بقى العودة، يعني اعتقد هتبقى لمصلحتنا جدا ان احنا نهيها من هنا معنويا وفنيا طبعاً. وكمان يعني فاهم زي ما بتقال كده ايه الجماهير هتبقى اكيد اكثر سعادة طبعا إيه. وبعدين ده احنا لازم نستغل الجماهير، على ذكرك للجماهير ده احنا دي فرصة لطيفة جدا بعد طول غياب ان احنا نشوف نتكلم في 60,000 مشجع. احنا في فترة من الفترات شفنا مباريات كرة قدم حول العالم تخلو من وجود مشجع واحد، كانوا بيحطوا صور مكتات أيوة. لبشر لو تفتكري، وعلقنا طبعًا. على ده قبل كده اكتر طبعًا. من مره، فلازم نستغل طبعا وجود الجماهير اللي ان شاء الله يعني هتولع الدنيا في الاستاد يوم هذه المباراه. تعالوا بقى نروح لخبر عن المكتب التنفيذي للنادي طبعا برئاسه الاستاذ العامري فاروق. اتخذ في اجتماعه بالامس العديد من التوصيات للعرض على مجلس الاداره في اجتماعه المقبل، وجاءت توصيات المكتب التنفيذي كما يلي: دراسة التجهيزات الخاصة بالاستعداد لافتتاح فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس، والعروض المقدمة من الشركات الخاصة بأماكن جلوس الأعضاء والتجهيزات الداخلية للمبنى الاجتماعي. دي نقطة. النقطة الثانية: دراسة العروض المقدمة من إحدى المؤسسات لتوفير خدمات الرعاية الصحية لأعضاء النادي من خلال عدد كبير من مقدمي التسهيلات الطبية في العديد من المستشفيات ومراكز التحاليل والأشعة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية. دراسة تطوير خدمات النقل الداخلي اللي هي الجولف كار طبعا لخدمة أعضاء النادي، مع وضع رؤية مستقبلية لضمان توفير أحدث وسائل النقل في هذا الشأن، مع مراعاة كفاءة التشغيل والصيانة الدورية لهذه الوسائل، وطبعا كلها نقاط في منتهى الأهمية. بتفق معك جدا. طيب على كل حال كده يعني الجزء المهم من أخبارنا انتهى. لا اتفضل انت. انت عارفه اللي فيه؟ انا تعبت والله. انت عارفه اللي فيه؟ لا انا مش هطلع فاصل النهارده. لسه في عز شبابك يعني. هو انت في علاقه؟ اه والله انا بنهج لما بطلع فواصل. انا اللي بطلع على طول فواصل. اثبتي. اه والله كل يوم بطلع انا الفاصل. هما يقولوا حتى طلعنا يا كريم. فاصل. فاصل ثم عاوز اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية. عايزين نقول لكم بقى ان زميلتنا العزيزه ساره حامد موجوده دلوقتي في اهلي الجزيره، فرع النادي الاهلي بالجزيره، عشان تعرفنا ايه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي. ساره صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم بالفعل حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. بس كمان خليني انا ابارك يعني زيك يعني ونهواند ولكل جمهور النادي الاهلي بعد يعني فوز رجال السله امبارح على حساب نادي الاتحاد السكندري ببطوله كاس مصر بنتيجة 65 بفارق 4 نقاط. النادي الاهلي امبارح توج ببطوله كاس مصر للمره العاشره في تاريخه، ويمكن انا كمان كنت موجوده امبارح في ملعب المباراه في صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادس من اكتوبر، ويعني شفت المباراه كانت مباراه صعبه جدا يعني على الفرقتين، فرقه النادي الاهلي وفرقه نادي الاتحاد السكندري، وكانت مباراه مليانه بالحماس وشد التالق كبير يعني من جميع لاعبي النادي الاهلي بالاخص ايهاب امين اللي امبارح يعني كان يعتبر هو التوب سكورر في المباراه برصيد 21 نقطه من اصل 69 نقطه سجلهم النادي الاهلي، وكمان يعني حصل ايهاب امين على جائزة افضل لاعب في البطوله. مش بس ايهاب امين يعني جميع اللاعبين شفناهم امبارح تالقوا في المباراه، وكمان بالاخص احمد اسماعيل اللي سجل الثلاثيه الاخيره في اخر كوارتر من المباراه واللي هي حسمت بشكل كبير اكيد المباراه لصالح النادي الاهلي. كمان خليني اكلمكم شويه عن يعني احوال الفريق الفتره القادمه. يمكن مستر اجاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي قرر بعد المباراه مباشره ان هو يريح جميع لاعبي النادي الاهلي النهارده، يعني ياخدوا راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا بكره ان شاء الله يستأنفوا تدريباتهم عشان خلاص يعني مفيش وقت بعد بطوله كاس مصر، هيدخلوا بقى في مبارياته والمواجهات القادمه في بطوله الدوري. يمكن النادي الاهلي ان شاء الله
الفترة القادمة هيبدأوا مرحلة ذا بيست اوف 3 من بطولة الدوري، وهيواجهوا فيها نادي مصر للتأمين، وأول مباراة إن شاء الله في المرحلة دي هتكون يوم السبت المقبل يوم 19 بالنسبة لفريق النادي الأهلي. ده بالنسبة لفريق الأول لكرة السلة وفوز امبارح ببطولة كأس مصر. كمان خليني النهاردة أكلمكم عن الفريق الأول لكرة القدم، واللي النهاردة إن شاء الله هيرجعوا يستأنفوا تدريباتهم مرة أخرى على ملعب مختار التتش بعد راحة لمدة يومين عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة أمام نادي المريخ في بطولة دوري ابطال افريقيا في مرحله دور المجموعات، واللي هتكون يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 6 على استاد الاهلي والسلام، واللي يعني يجب ان شاء الله اللاعبين نادي الاهلي يحققوا الفوز في المباراه دي والمباراه القادمه عشان يعني يضمنوا تاهلهم للمرحله القادمه بعد دور المجموعات وحصولهم على المركز الثاني في المجموعه. كمان بنات السله امبارح حققوا فوز مهم على نادي الشمس في المباراه الثانيه من المرحله بس اوف 3 في بطوله الدوري، وبعد الفوز ده تاهلوا ايضا سيدات السله للمرحله القادمه وهي السيمي فاينل او دور النصف النهائي من بطوله الدوري، ولكن لسه يعني هينتظر الفائز من مباراة هليوبلس والطيران يوم الخميس القادم عشان يعني اللي هيفوز من المباراة نادي الأهلي هيواجهه إن شاء الله في دور النصف النهائي من بطولة الدوري. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان فتيات الذهب او سيدات الطايره امبارح حققوا فوز مهم على نادي الزمالك بثلاث اشواط مقابل لا شيء في الجوله الاخيره من بطوله الدوري، وكده ان شاء الله النهارده يعني لاعبات نادي الاهلي هيكونوا في راحه سلبيه وهيرجعوا بكره للتدريبات عشان عندهم مواجهات مهمه الاسبوع المقبل ان شاء الله بدايه من يوم الاحد في بطوله كاس مصر، وهيواجهوا فيها نادي سبورتنج، والمباريات القادمه ان شاء الله هتتلعب بنظام البلاي اوفز زي بس أو بثري في لعبة الباسكت أو لعبة كرة السلة، يلعبوا مبارياتهم مع نادي سبورتنج بنظام البلاي اوفز، وانه كده النادي الاهلي يجب ان هو يفوز بمباراتين من اصل ثلاث مباريات عشان يضمن تاهله للدور النهائي. كمان رجال الطايره النهارده هيكونوا في راحه سلبيه وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان عندهم مباراه مهمه يوم السبت المقبل مع نادي هليوبلس، وبرده دي هتكون اول مباراه في مرحله البلاي اوفز او البست اوف 3 لرجال الطايره، واللي برده لازم يفوزوا في مباراتين منهم عشان يتاهلوا لدور النصف النهائي. يمكن دي يا كريم وينهاوند كانت كل اخبارنا النهارده اللي متعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، وطبعا الفريق الاول لكره السله، واللي ببارك تاني لكل جماهير النادي الاهلي بعد فوزهم امبارح بالبطوله للمره العاشره في تاريخ النادي الاهلي. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. حقيقه تغطيه وافيه وكافيه، بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلتنا العزيزه سالة حامد. ونروح بقى مع حضراتكم دلوقتي الى الصحافه الرياضيه. هنروح للصحافة من جريدة الشروق ومراسلتنا العزيزة نورهان طمعان عشان نتابع معها أهم الأخبار في الصحف والمواقع المختلفة. يعني نورهان طبعا صباح الخير، صباح الخير عليكي في البداية، وفي خبر طبعا خاص بمحمد صلاح، ونقلا عن اتحاد الكرة هو كان يتكلم ان اصابة صلاح الحمد لله بسيطة وهيقود المنتخب امام السنغال. طبعا احنا عرفنا ان هو كان اصيب من يومين اثناء يعني الماتش الخاص بليفربول، فخلينا نطمن منك ايضا على تفاصيل اكتر. تفضل يا نورهان. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا قبل كل حاجة حابة بارك وهني رجال كرة السلة بعد الفوز في نهائي كأس مصر امبارح على الاتحاد السكندري، فوز كان عظيم وكانت مباراة عصيبة. بنبارك لرجال كرة السلة، واحنا هنا من مقر جريدة الشروق لنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. زي ما قلت يا نهاوند معانا أخبار كتير، من ضمنها طبعا خبر النجم المصري محمد صلاح. بنطمن طبعا كل محبي النجم المصري على محمد صلاح، ان شاء الله محمد صلاح بخير رغم الاصابه والخروج طبعا في مباراه برايتون الاخيره. خلينا نروح لاخبارنا، واول خبر معانا من جريده الشروق، بيرسيتاو ولاكاي على راس قائمه جنوب افريقيا لمواجهه غينيا وفرنسا وديا. أعلن هوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا قائمة فريق منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة غينيا وفرنسا وديا اللي هتكون يوم 25 و 29 مارس من الشهر الجاري، وجه على رأسها نجم أو ظهر على رأسها نجم النادي الأهلي بيرسيتاو ولاكاي نجم أيضا فريق بيراميدز. كل التوفيق لنجمنا بيرسيتاو مع منتخب بلاده.
اما تاني خبر معانا فهو من جريده يلا كوره، موقع يلا كوره، اتحاد الكره: اصابه صلاح بسيطه وسيقود المنتخب امام السنغال. اكد وليد العطار المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم انه يعني النجم المصري طبعا محمد صلاح هيشارك مع منتخب مصر او هيكون جاهز باذن الله قبل مواجهه السنغال الفاصله اللي ان شاء الله يعني بننتظر انها تحدد يعني صعودنا لمونديال 2022 واللي هتكون يوم 25 و29 ايضا من الشهر الجاري. محمد صلاح كان اتصاب امام برايتون في المباراه اللي انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد، ولكن وليد العطار او المهندس وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد الكره المصري اكد انه الاصابه في وجه القدم جاءت خفيفه لنجمنا المصري محمد صلاح. ومعانا خبر من موقع اليوم السابع: 10 مواجهات متبقية لليفربول إلى لقب أو تقود ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي. عزز فريق ليفربول طبعا محترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وصفته لجدول الدوري الانجليزي بعد طبعا الفوز الاخير امام برايتون زي ما قلنا لحضراتكم برصيد 66 نقطه خلفا لمانشستر سيتي متصدر جدول المسابقه. ليفربول بيتبقى ليه 10 مواجهات في البطوله، ان شاء الله لو قدر ان هو يفوز في ال10 مواجهات هيحقق لقب الدوري الانجليزي ثاني مره، طبعا يمكن مش على التوالي ولكن ثاني مره تحت قياده يورجن كلوب ونجمنا المصري ايضا محمد صلاح يحققوا تاني مره مع قلعه الريدز. مباراه طبعا مباراه مانشستر سيتي هتكون على راس العشر مواجهات دي، هتكون يوم 10 ابريل المقبل. طبعا مانشستر سيتي وليفربول، ليفربول ديربي من نوع خاص جدا في الدوري الانجليزي. اما بقى اخر خبر معانا من جريده الشرق الاوسط: يونايتد يعول على صحوه رونالدو ولتخطي عقبه اتلتيكو وصدام اياكس وبنفيكا يتجدد. نجم طبعا البرتغالي كريستيانو رونالدو عاد مرة أخرى في مظهر البطل يمكن أمام توتنهام في المباراة الأخيرة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، يعني طبعا هاتريك كان مهم جدا لرونالدو لعودة لكسر صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي أو مع مانشستر يونايتد بالتحديد طبعا بعد انضمامه ليه. رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد بيعول على رونالدو إن شاء الله في مواجهة أتلتيكو مدريد النهاردة في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا. كمان خلينا نقول لكم انه اللقاء يتجدد بين يعني اياكس وبنفيكا مره اخرى بعد التعادل بهدفين لكل فريق في المباراه الاولى في طبعا ايضا ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا. كل الشكر لكم جدا وعوده مره اخرى استوديو، دي كانت كل اخبارنا هنا من جريده الشروق. نشكرك على هذه التغطيه الرائعه حقيقي يا نورهان، شكرا ليكي، شكرا جزيلا. أنا ولا أنت؟ اتكلي على الله على طول. طيب الفقرة الأولى الخبرية بتاعتنا خلصت، هنروح فاصل ونرجع عشان نبدأ فقراتنا الحوارية. يا أهلا بكل حضراتكم، برحب بيكم في أول فقرة حوارية في حلقتنا النهاردة، وطبعا بداية جديدة وعهد جديد مع مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى اللي منورنا في حلقتنا النهاردة، واللي أكيد حابين نتعرف من خلال وجوده على كل التحديات وكافة خطط المرحلة القادمة إن شاء الله في هذه الرياضة. صباح الفل يا فندم، أهلا بيك. صباح الخير يا كريم بيه، أهلا وسهلا بك معانا، وده أول ظهور إعلامي بقى لحضرتك على الإطلاق. أنا أتشرف طبعا أنا موجود من النهاردة في قناة كبيرة، قناة النادي الأهلي، وأحب الأول أشكر حضراتكم يعني على يعني حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من أول باب الاستوديو بره، وده مش جديد على إعلاميين متميزين زي حضراتكم بتؤدوا رسالتكم بمنتهى المهنية والأمانة، ومش جديد على منظومة كبيرة زي النادي الأهلي يعني بيضرب بها المثل وبيحتذى بيها في مش في مصر بس، في مصر والوطن العربي وأفريقيا والعالم كله في النجاح والإدارة الرياضية وإرساء المبادئ. فأنا سعيد بموجود المستشار، كلك ذوق حقيقي. برضو حابدأ أقول مبروك إن شاء الله، يعني تبقى فترة فيها إنجازات كتيرة. وبنتكلم عن لعبة التايكوندو، لعبة في مصر لها برضو يعني صيتها ولها مكانتها خلينا نقول، وعندنا كوادر كتيرة جدا محترمة. خلينا نبدأ بحضرتك قبل ما نخش على اللعبة، يعني خلاص حضرتك توليت المنصب، أكيد في رؤية، أكيد في شغل عايز يتم على الأرض، أكيد في تطوير لهذه اللعبة، فخلينا نسمع ده من حضرتك في الأول. والله أنا يعني تشرفت بتوفيق ربنا ليا إن أنا كنت عضو مجلس إدارة في الاتحاد المصري للتايكوندو دورتين متتاليتين من 2012، ثم رئيس الاتحاد الدورة الحالية إن شاء الله 2021 2024 بإذن الله. تولينا المسؤولية يوم 30 ديسمبر
يعني شفنا طبعا انا وزملائي ان توزيع المهام لازم يبقى تحت مظله اي اداره رياضيه، بتنقسم لشق فني، شق اداري ومالي، وشق استثمار. فوزعنا يعني على طول الملفات، الشق الاداري والمالي تولاه العميد خالد محمود عبد المنعم بصفته نائب الرئيس والقائم باعمال المدير التنفيذي، ومعاه المحاسب مجدي طايل عضو مجلس اداره والمشرف على الاداره الماليه للاتحاد. واحنا بنقول بقى ان هو الصمام الامان عندنا وزير الماليه للاتحاد. اما العميد خالد ده رجل المهام الصعبه يعني في الاتحاد، اي حاجه مشكله بصدره فيها على طول. ومعانا برضو الرائد محمد فولي، ده تولى مسؤوليه لجنه الحكام والمناطق اللي هي الفروع المنبثقه من مجلس الاداره. الشق التسويقي والرعايه الرياضيه بيتولاه المحاسب حازم قنديل وبيساعده فيه العميد انتوا بقى كمجلس محمود. ايه بقى الرؤيه اللي اكيد في رؤيه وموضوعه، خلينا نتكلم في الشق ده. هو الواجهه طبعا لاي اداره رياضيه هي الناحيه الفنيه اللي هو الشق الفني كويس. اللي هو الشق الثالث من تقسيم الملفات. الشق الفني ده احنا قسمناه باعتبار يبقى المشرف العام عليه على المنتخبات القوميه كلها كابتن ايهاب جابر، وبيساعده بقى اعضاء مجلس الاداره المهندس محمد عجيزه هو المشرف على المنتخب الاول، والمهندس مصطفى تعلب هو المشرف على منتخب الشباب والناشئين، والمحاسب حازم قنديل المشرف على منتخب البارا تايكوندو، والمحاسب مجدي طايل المشرف على منتخب البومزا، والكابتن خالد فوزي المشرف على لجنه المساكين. كل الاسماء دي بقى حاطه خطه ما للفتره الجايه ان شاء الله بالتزامن مع تولي بقى كل واحد فيهم ليه هذه المسؤوليه. ممكن تكون الخطه دي موضوعه انطلاقا من العقبات اللي واجهت مثلا مجلس الاداره السابق، او اللي بتواجه انتشار الرياضه في مصر، او النوع ده من المعوقات انجاز التعبير. وممكن تكون ما كانش فيه معوقات قوي، لكن انتوا عندكم رؤيه مختلفه شويه للي جاي ان شاء الله، من حيث تاهيل اللاعبين، صناعه الابطال في هذه الرياضه، من حيث تنظيم فعاليات ايفنتات في هذا الاطار الفتره الجايه. ده اكيد موجود مش كده برضه؟ اي اتحاد، اي منظومه رياضيه، اي نادي بيشتغل على حاجتين. بيشتغل على الخامات الكويسه اللي موجوده حاليا، ولازم في نفس الوقت ان انا اطلع صفوف وكوادر تانية ورا اللعيبه الفيرست، علشان هم دول اللي جايين بعد كده طبعا. يعني هدايا ملاك وسيف عيسى ابطالنا الاولمبيين اللي جابوا ميداليتين في اولمبياد طوكيو وفرحوا مصر يعني كلها، ما كانوش هم جايين في الدوره السابقه فقط، لا ده الشغل عليهم كان من طوكيو، من لندن 2012 مع هدايا ملاك، ومن اولمبياد الشباب في نانجينج في الصين مع سيف عيسى في 2014. فالصعوبه ان احنا بنشتغل على مستوى الكبار اللي احنا عاوزين نخرج منهم حد ان شاء الله يعمل لنا ميداليه في باريس 2024، وفي نفس الوقت بنستهدف فئه الشباب والناشئين اللي هي لازم هيطلع منها بعد كده حد ان شاء الله برضو يجيب لنا ميداليه اولمبيه. فاحنا بنشتغل على المستويين، مستوى الكبار ومستوى الشباب، مع متطلبات بقى في وجود التسويق والرعايه الاستثماريه، لان الاستثمار حاليا او الاستثمار الرياضي وضخ الاموال في الرياضه هو ده اللي بيخلي الاتحاد يقدر يشارك في بطولات ويسافر ويعمل معسكرات اعداد كويسه، يصرف على المنتخب بطريقه محترمه ويعمل جوائز قيمه كتحفيز للعيبه. طبعا 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 مع وجود طبعا الدوله في ظهر الاتحاد، ممثله طبعا في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني هو الرئيس الرياضي اللي اول كلمه اطلقها على الرياضه لما قال الرياضه امن قومي، في وجود برضو الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، لانه كان حريص حتى انه يستقبل منتخب البار عندنا لما حققنا كاس تاني افريقيا، استقبلهم بعدها ب 48 ساعه، وده كان استقبال رفع من معنويات الاولاد جدا جدا. فيعني احنا بنحاول حاليا ان احنا نشتغل على الكبار ونطلع من الشباب كوادر تبقى صفوف تانية تحت الكبار، علشان إن شاء الله نعمل حاجة في اللي جاي.
طيب حلو جدا، وفكره ان انا ببص للمستقبل وببني على المستقبل، ده هياخدنا لباريس، اولمبياد باريس 2024. وسيادة المستشار قول لنا من دلوقتي، يعني احنا بنتكلم لسه في كام سنه او سنتين يعني فاضلين، بس خلاص الوقت بيجري بسرعه جدا والاستعدادات لازم تكون من بعد ما رجعنا من طوكيو، فاستعداداتنا ايه دلوقتي؟ احنا ابتدينا الاستعدادات من بعد 15 يوم من تولي المسؤوليه. جمعنا المنتخب الكبير الاول، دخل معسكر في المركز الاولمبي للفرق القوميه في المعادي، وبعدين سافروا على الامارات، كان معسكر خارجي كان فيه 4 دول. المعسكر ده كان تحت اشراف احسن مدرب في العالم لعام 2021، مدرب صربي، ثم شاركنا بيهم في بطوله كاس العرب وبطوله الفجيره. الكلام ده حصل في خلال تقريبا 25 يوم من بدايه المجلس الحالي. الحمد لله ربنا وفقنا في 15 ميدالية في كأس العرب. عملنا ترتيب عام أول للمنتخب الأول عندنا، منتخب الكبار، وهو ده المنتخب اللي احنا شاركنا بيه. لكن ما قدرناش نشارك في منتخب الشباب والناشئين علشان فترة الإعداد كانت قصيرة مع كمان الإمكانيات، فاحنا ركزنا على الكبار وخدنا ترتيب عام تاني وسط الدول العربية على مستوى مختلف المراحل السنية. وفي بطولة الفجيرة الدولية التاسعة عملنا 5 ميداليات برضو للكبار، والأندية برضو اللي عندنا حققت مراكز، نادي صيد القطامية ونادي وادي دجلة خدوا المركز الثاني والثالث وسط الأندية العربية كلها. جميل. في نفس الفترة دي، في نفس التزامن، احنا شاركنا في بطولة إفريقيا للبارا تايكوندو، كان رئيس البعثة المحاسب حازم أنديل، شاركنا ب4 لعيبة، 3 أولاد وبنت، جبنا 3 ميداليات ذهب الحمد لله، ما شاء الله. ودي كانت اول مشاركه تقريبا حقيقيه من فتره بعد الاولمبياد. خدنا بال3 ميداليات ذهب دول ترتيب عام تاني افريقيا وكاس احسن لاعب. واول ما رجعنا زي ما انا ذكرت من شويه كانت الوزاره الممثله في وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف كان حريص على تكريمه، واللجنه الاولمبيه برضو كانت حريصه على تكريمه. يعني احنا نقدر نقول استعداداتنا، فاحنا خطه النشاط احنا خطه الاعداد احنا ابتديناها بالفعل كويس. عملنا خطه اعداد من يناير 2022 لحد او الى باريس 2024. قدمنا خطه الاعداد للوزاره واتناقشنا فيها في اللجنه الاولمبيه واتناقشنا فيها في اللجنه البارالمبيه، لان برضو من ضمن خطه الاعداد اعداد المنتخب البارالمبي، لان احنا برضو الحمد طبعًا لله ربنا طبعا وفقنا. دول جابوا لنا ميداليات قد كده، ربنا وفقنا في ميداليه للبطل محمد زيات، البطل البارالمبي بتاعنا اللي جاب لنا فضه في اولمبياد طوكيو. جميل. احنا برضو عايزين نوضح للناس اللي بيتابعونا دور الاتحاد. طبعا يعني في حاله حضرتك هيكون الاتحاد المصري للتايكوندو، لكن احنا بنتكلم بشكل عام دور الاتحاد، يعني اي لاعب للتايكوندو مقيد في اي نادي من الانديه بيلعب في النادي ده بشكل نظامي بطبيعه الحال لازم يكون مقيد في الاتحاد عندكم، مش كده برضو؟ أكيد. هل ده معناه ان مفيش فرصه ان حد ما يكونش مقيد في نادي ما ولكنه قد يكون بيحمل موهبه استثنائيه ممكن الاستفاده منه، ولا هيكون صعب لمجرد ان هو غير مقيد في نادي من النوادي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه شكل التعاون اللي بين الاتحاد المصري والاتحادين القاري والدولي او الافريقي يعني والدولي بيكون عامل ازاي لتدعيم انتشار الرياضه دي في مصر؟ هاخد السؤال الثاني وارد عليه الاول. اتفضل. التعاون بالنسبه ما بين الاتحاد المصري والاتحاد القاري اللي هو الافريقي او الاتحاد المصري والاتحاد الدولي على خير ما يرام، لان احنا عندنا عضو مجلس اداره بصفته الدوليه معانا في الاتحاد الكابتن محمد شعبان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورئيس لجنه المسابقات، وكان زميلي في دوره 2012 2016. زي ما فيش احلى من كده تعاون. واحنا استخدمناه في ان احنا نوجد لمصر بطوله مصر الدوليه ان شاء الله في شهر يوليو القادم اللي ما كانتش محجوزه، فاحنا الحمد لله يعني حجزنا ميعاد فيها واكدناه ان شاء الله اخر يوليو 2022. تواجدنا مع الاتحاد العربي والافريقي كان على خير ما يرام، في ممثل في النشاط اللي احنا عملناه معاهم في البطوله العربيه في الفجيره وبطوله افريقيا اللي كانت في النيجر اللي هي بطوله البارا تايكوندو. بالنسبه للاتحاد الدولي زي ما قلت لحضرتك احنا متواصلين معاهم مباشره، بنعمل حاجه دلوقتي كويسه جدا جدا. احنا عندنا منتخب الشباب والناشئين هيبتدوا النهارده ان شاء الله منتخب الناشئين تصفيات المؤهله لمنتخب مصر، وبعد الاسبوع الجاي منتخب الشباب، وده تحت اشراف المهندس مصطفى ثعلب.
في اشتراطات جديدة اتحطت من الاتحاد الدولي، قياسات الوزن لازم يتناسب مع الطول بنسب معينة، علشان دي اللي هيبقى بعد كده عليها التعديلات الدولية. فإن شاء الله إحنا أول اتحاد بإذن تعالى في العالم إن شاء الله هيطبقها في التصفيات اللي هتجرى من النهاردة لحد يوم السبت، بمشاركة 580 لاعب ولاعب في الناشئين، وبعدها إن شاء الله تصفيات منتخب الشباب. ده الشق الثاني 17 سنة. الجزء الأول الجزء بقى الأول عدم إن اللاعب ما يكونش مقيد. الجزء الأول مفيش ولد أو بنت هيفكر إن هو هيلعب تايكوندو إلا وهيبقى ليه مكان، سواء في نادي أو في مركز شباب أو في المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي اللي عاملاه الوزارة، أو المشروع القومي للبطل البارالمبي اللي عاملاه الوزارة. فلازم أي لاعب أو لاعبة هيفكر إنه هيشارك في تايكوندو، هيشارك في نادي، في مركز شباب، في مشروع، في هيبقى مسجل عندنا. وإحنا بنذلل كل الصعاب لتسجيل الأولاد، وبنعمل يعني بنشتغل حاليا على موضوع التحول الرقمي، وده الملف ده بيديره عندنا العميد خالد محمود والمحاسب حازم أنديل والمحاسب مجدي طيب، بحيث إن يبقى فيه تسهيل ويسر في تسجيل اللعيبة إلكترونيا. والاختبارات الحزام تتم في موعدها بصفة دورية. احنا من 24 يناير 2022 لحد النهاردة اختبرنا على مستوى الجمهورية 3000 لاعب ولاعبة اختبارات أحزمة تحت الأسود اللي هي الألوان. وإن شاء الله بكرة في اجتماع كمان بنعمله مع لجنة المختبرين العليا واللجنة العليا للأحزمة علشان نيسر اختبارات الحزام الأسود الدولي. ودي الحاجات دي كلها تنعكس على كثافة مشاركة اللاعبين في المنتخب. طيب عظيم. طب أنا عندي سؤال برضو خاص بفكرة هنا، يعني الاهتمام بالنشأ والمواهب، باكتشاف المواهب، وفكرة هنا نشر اللعبة في المدارس، لأن المفروض دي ضمن الخطة برضو لو حضرتك تصلح. أكيد. إزاي أنشر ده، وإزاي يعني هل تمت بالفعل خطوات علشان أحقق ده ولا لأ، بالتنسيق طبعا مع وزارة الشباب والرياضة والتعليم؟ هو تم بالفعل، وإحنا كان عندنا اجتماع يوم الأربعاء اللي فات في وزارة الشباب والرياضة، في وزارة التربية والتعليم، كان من عندهم بعض وكلاء الوزارة، وإحنا من عندنا فوضنا المحاسب حازم أنديل حضر الاجتماع، والاجتماع ده كان تمهيدي لإقامة بطولة الجمهورية اللي أقيمت يوم السبت اللي فات في المركز الأولمبي. البطولة انقسمت لشقين، شق خاص ببطولة الجمهورية للبنين، وشق خاص ببطولة الجمهورية للبنات. فكمان بطولة الجمهورية للمدارس بيحصل تصعيد من المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، يعني كل مديرية تعليمية في محافظتها بتعمل بطولة المدارس، وبيتصعد منها الحاصلين على المراكز الأوائل لبطولة الجمهورية اللي هي اتلعبت في المركز الأولمبي يوم السبت بالفعل. والبطولات دي هي اللي احنا كنا بنلعبها زمان واحنا صغيرين، وهي دي اللي بتفرز النشأ، وبنشوف من يعني بنشوف من خلالها مواهب محترمه جدا وخامات كويسه نقدر احنا نشتغل عليها في اللي جاي باذن الله. حلو قوي. ليه التايكوندو مش من الرياضات اللي نقدر نقول ان في هيمنه وسيطره مصريه فيها؟ يعني مثلا كما هو الحال في السكواش، كما هو الحال في بعض الرياضات الثانيه اللي يمكن اكثرها رياضات فرديه الى حد كبير، وده اللي بيخلي برضو في فرصه كافيه ان في اسماء بعينها تلمع قوي في سماء هذه الرياضه. ليه التايكوندو مش حاصل فيه كده؟ هل احنا عندنا يعني برضو في المقابل في دول معينه تلاقيها مميزه قوي وطول عمرها عبر تاريخها، خصوصا في الرياضات القتاليه او رياضات الدفاع عن النفس، احنا نقل عنهم في ايه؟ هو في الالعاب اللي حضرتك ذكرتها فيما يخص الاسكواش، و احنا ارتبطنا في يعني في الاسكواش من بدايه احمد براده وتوالد بعده بقى طبعا. لكن وفي التنس برضو في بيطلع نشئ كويس جدا وبيعمل بطولات عالميه، لكن ايوه بس كان الكبير عندنا وقتها كان كابتن اسماعيل الشافعي لو حضرتك تفتكر، كابتن اسماعيل الشافعي وامير وجيه وناس كتير جدا. لكن الى جيلنا الحالي نور الشربيني ومحمد الشرباجي وكريم الشرباجي، يعني اسماء كتيره جدا. وكذلك مثلا في الفروسيه هتلاقي ثلاث اربع اسماء، يعني في رياضات كده ايه تحس ان احنا متواجدين فيها دوليا على استحياء، في حين ان في رياضات ثانيه لا، ده احنا متسيدين العالم بالمعنى الحرفي. هي كل لعبه وليها ظروفها وكل لعبه وليها منافستها. كان الاول المتصدر المشهد في التايكوندو كوريا اللي هي بلد المنشأ للعبه.
كوريا الجنوبيه. حاليا كوريا يعني كوريا بتنافس وفي منافسين بيعلوا عليها زي انجلترا زي ايران زي اسبانيا زي المكسيك زي مصر. عندنا احنا برضو بننافس كويس جدا وبنرجع ان شاء الله لمكانتنا افريقيا وعربيا وان شاء الله قريب باذن الله تعالى عالميا. والميداليتين اللي احنا جبناهم الحمد لله في الاولمبيات وقبلهم ميداليه هدايا في 2016 في ريو برضو الحمد لله بتؤكد ان احنا بننافس عالميا. وعندنا اولاد بيعلقوا ميداليات في بطوله العالم للشباب وبطوله العالم للناشئين تحت 14 سنه. احنا في بطوله العالم للناشئين في شرم الشيخ في 2017 احنا عاملين 5 ميداليات في بطوله العالم. وفي بطوله العالم للشباب عملنا 3 ميداليات. فاحنا بننافس وعندنا امكانيات وعندنا خامات كويسه. الدليل على كده ان احنا لما جمعنا المنتخب في 15 يوم وطلعنا بيه بطولة قوية في زي كأس العرب والبطولات الدولية المفتوحة للتايكوندو في الفجيرة. البطولة دي بيجي لها الفرق والدول من كل حدب وصوب زي ما بيقولوا، القاسي والداني بيشارك فيها، دول أجنبية كتير جدا. احنا الحمد لله كنا واقفين على رجلنا وعندنا خامات كويسة وأولادنا قابلوا فيها بلاء حسن. ينقصنا دعم مادي قوي ورعاية رياضية تسويقية محترفة علشان ان احنا نفضل شغالين على الأولاد دول. وإذا الكلام ده حصل بإذن الله تعالى إن شاء الله هنعمل حاجة قوية جدا في الأولمبيات الجاية. فإحنا بننافس دخل معنا دول كتيرة. تعديل القانون بصفة مستمرة بيخلي فيه تكافؤ فرص ما بين الدول. آسيا دلوقتي ما بقتش هي المتسيدة ولا متصدرة المشهد في التايكوندو، لا لا بالعكس، أوزان كتير جدا جدا. الغرب والأفارقة والعرب بقوا متسيدين فيها الموقف يعني. فيعني لا الأمور إن شاء الله يعني هتبقى أفضل في اللي جاي بإذن الله تعالى. طيب خلينا نختم بالأولمبياد لأن ده بيهمني جدا برضو، أعتقد بيهم جميع المصريين في الأول وفي الآخر من أي لعبة يعني بتشارك بها مصر. لو إحنا هنتكلم عن هدايا ملاك وسيف عيسى والميداليات دي، لو إحنا هنقول هنقدر نحافظ عليهم وما هو قادم نقدر نضيف عليه في باريس 2024، يعني هل دي رؤية الاتحاد طبعا تحت قيادة حضرتك ولا الوضع زي؟ خلينا برضو نبقى فاهمين. خليني اقول لحضرتك ان يعني هدايا ملاك بتلعب اولمبيات من لندن 2012 ثم طوكيو ثم ريو ثم طوكيو. سيف عيسى شارك في اولمبيات الشباب في 2014 وعمل فيها برونز، ثم اولمبيات طوكيو وعمل فيها برونز. لكن لو هنفضل على اثنين او ثلاثه اهو ونشتغل عليهم، لا احنا نبني عليهم، هيبقى صعب لان لازم اامن نفسي لاي ظرف ممكن اي حد فيهم يتعرض ليه. يعني هدايا ملاك في الفتره اللي فاتت بعد الاولمبيات حصل زواج وانشغالات اجتماعيه. سيف عيسى دلوقتي يعني بنبارك له لانه احنا كنا في كاتب كتابه وزفاف الاسبوع اللي فات، ده الاولمبيات والشاحن وقبلها في جراحه في ركبته. فبالتالي احنا لازم بنشتغل عليهم، ما احنا بنبني على ابطالنا وعلى طبعا. ناس تانية تمام. فاحنا كترنا الاختيارات والانتقاءات اللي عندنا في الكبار. الرؤيه دي كانت رؤيه المهندس محمد عجيزه المشرف على المنتخب الاول. زودنا عدد المدربين في المنتخب الكبير بحيث ان كل 5 لاعبين بالكثير يبقى معاهم مدرب. حاليا هم في معسكر يعني رجعوا من البطوله الدوليه سواء الفجيره او كاس العرب، دخلوا في معسكر مغلق. في تصفيات بتتعمل بعدها حصلت في اتحاد الشرطه الرياضي. انتقينا من الافضل، دخلناهم على حطيناهم مع المنتخب اللي احنا شغالين بيه. وكل يوم في شغل فني جديد جوه المنتخب بحيث ان احنا نقدر في الفتره الجايه يبقى عندنا في كل ميزان بدل لاعب يبقى عندي 2 وعندي 3. في اي وقت احتاج ان انا استعين بواحد فيهم الثلاثه المفروض لو انا عاوز اعمل حاجه كويسه في الاولمبياد يبقى الثلاثه يبقوا زي بعض نفس المستوى. ان شاء الله نتمنى طبعا. احنا حاليا عاملين برضو في هذا ردا على سؤال حضرتك، احنا عاملين معسكر في عز الدخيله للمنتخب البومزه اللي هيشارك في بطوله العالم في كوريا الجنوبيه في شهر ابريل الجاي. كويس. عز الدخيله برئاسه المهندس سيد ابراهيم متعاون معنا جدا. في معسكر برضو تاني في برضو منتخب البومزه في نادي وادي دجله برئاسه الاستاذ طارق راشد برضو مقدم لنا كل التسهيل.
عملنا تصفيات منتخب مصر بالبومزة، عملنا معسكر المنتخب البارالمبي اللي جاب لنا تاني افريقيا في نادي الزور برئاسه المشهور محمد الدمرداش، قدم لنا الراجل كل التسهيل. طب احنا احنا وقتنا خلص، بس بجد سياده المستشار من كلام حضرتك قدرنا ان احنا نستشف ان في باذن الله حاجه حلوه قوي جايه في رياضه التايكوندو تحديدا، والنهارده كمان تحديدا في تصفيات منتخب مصر بمشاركه 580 لاعب في نادي طلائع الجيش التابع لجهاز الشرطه الجهاز الرياضه للقوات المسلحه برئاسة اللواء خالد شكري. انا بوجه له برضو كل الشكر على تعاونه معانا. كل التوفيق ان شاء الله. كل الشكر على وجودك معانا في حلقه النهارده. مليون مبروك المنصب الجديد وقدها وقدود ان شاء الله، ومنتظرين منكم الكثير. اشكركم، شكرا على وجودك معانا. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نبتدي مع حضراتكم تاني فقرات الحواريه، خليكم معانا. دوريات الاوروبيه زي ما حضراتكم متابعين اوشكت على الانتهاء، لكن لسه في اشتعال وفي منافسه. كمان عندنا احنا ماتشات النهارده في دوري ابطال اوروبا، ناس كتيره جدا كمان من مصر تحديدا بيحب ان هم يتابعوا هذا الدوري، وعندنا برضو فيها منافسات وفيها كلام كتير جدا، ولسه التوقعات مش هي المضمونه قوي، او زي ما بيتقال كده ما فيش توقعات في كره القدم مهما كانت يعني، او مهما كان الدوري فين. هنتكلم عن كل هذه الملفات مع الناقد الرياضي اللي بينورنا دايما الاستاذ محسن لم. بونجور. ملفات كتيره قوي. طبعا. بس عايزين نبتديها اولا بعد الترحيب بحضرتك منورنا كالعاده. اهلا بحضرتك. عايزين نبتدي بحاجه بقى ايه يعني من الحاجات اللطيفه اللي حصلت مؤخرا، عايزين نبارك لك انت شخصيا على جائزه افضل حوار صحفي بعد الحوار الممتع اللي انت اجريته مع داني البس. خلينا نبتدي من هنا وتحكي لنا كده عن كواليس الحوار ده وايه اللي لفت نظرك وايه المميز في هذه الشخصيه. الله يبارك في حضرتك. اولا ده كان في موناكو على فكره، في شهر 12 اللي فات كان في حفل جولدن فوت اللي هو القدم الذهبيه اللي فاز بيها محمد صلاح. كان ما كانش بالمناسبه، كان هو جاب الحوار جاب الصدفه، لانه اللي كان المدعو اصلا اللي كان هيتكرم كان جابرييل باتيستوتا نجم الارجنتين السابق، لكن اعتذر لظروف اسريه في اللحظات الاخيره، فتمت دعوه داني الفيش لاعب برشلونه. كان هو كان انضم لبرشلونه، كان لسه ما كانش هيلعب الا في شهر يناير، وكان موجود. فطبعا بالنسبه لي كانت فرصه طبعا ذهبيه، ما اقدرش والحاجات دي ما بتتكررش كتير. بالظبط طبعا فرصه، وطبعا لاعب كبير اسم كبير المنتخب البرازيل المصري، يعني اغلب الجمهور المصري بيشجع البرازيل، كمان برشلونه اكيد ليه جمهور كبير جدا في مصر. فيعني كنت شايف نفسي كنت محظوظ ان انا قعدت معاه شويه واخدت منه كلمتين طبعا على صلاح، على مصر، على طبعا على برشلونه اللي هو يعني كانت اهم حاجه قالها لي. بصراحه دمه خفيف يعني، هو ده يحب يهرج ويضحك كده، حتى في فيديو ليه حتى مع تامر حسني بيقعد يغني حتى مصري وبتاع اللي هو عايزين نولع الدنيا وحاجات كده. لا معقوله. المصريين مقصرين. المصريين برضه. حتى لما بقول له فروم ايجيبت راح قايم حتى يعني قال لا ايجيبت حاجه ثانيه بالنسبه لي، يعني سلم عليها سلام خاص يعني. يمكن حتى طبعا سعيد طبعا بالحوار ده، لكن هو كان حتى قال لي جمله ظريفه جدا لما بقول له على برشلونه انت متقدم في السن ورجعت تاني للنادي اللي انت بتحبه، قال لي برشلونه بالنسبه لي اختيار العقل والقلب. بس حلو قوي. طب خلينا نروح استاذ محسن بقى لملفات متعدده، وانا عايز ابدا بصراحه بمانشستر يونايتد، لان مانشستر يونايتد الاداء فيه ليس الافضل يعني اتقول زي ما بيتقال، والبعض كان عنده امال ان بعد يعني انضمام كريستيانو الوضع هيختلف، ولكن الوضع لم يختلف اطلاقا. فهل بتعتقد ان ممكن يعني ده بيقال على السوشيال ميديا تحديدا ان ممكن كريستيانو ينتقل من مانشستر يونايتد اذا بقى الوضع كما هو يعني في اللحظات اللي احنا بنشهدها دي من الدوري الانجليزي؟ طب هو كريستيانو يروح فين؟ اصل هو بقى 37 سنه. ده برضو ده سؤال تاني. 37 سنه هو يعني كتر خير الدنيا لو كمل الموسم الثاني معاهم ومعاهم. هو عنده الرغبه يعني حسب تصريحات قديمه، هو قال انا اقدر العب لغايه 42 سنه. بالظبط، وبيثبت نفسه يعني. هو بقاؤه اعتقد ان شاء الله مؤكد يعني، لان هو هيبقى مرهون شويه في مانشستر يونايتد، ان هو طبعا ياخد الدوري ده طبعا موضوع مستحيل، لكن يبقى على الاقل من الرباعي الاولاني او المربع الذهبي للبريمير ليج، ان هو يقدر يشارك السنه الجايه في الدوري ابطال بطوله دوري ابطال اوروبا. يعني الحاجه المهمه عمل ماتش حلو وسجل ثلاثيه طبعا في توتنهام مع فريق هو من هزم توتنهام وليس مانشستر يونايتد. خلينا نتكلم بامانه، يمكن حتى معلق المباراه بعد نهايه المباراه قال لك وانتهت المباراه بفوز كريستيانو رونالدو على توتنهام 3-2 بيلعب لوحده. بالظبط بكل امانه. بس برضه نرجع ونقول لا كريستيانو رونالدو
هو كريستيانو رونالدو بتاع زمان مع فريقه الاصلي ولا ميسي نفس الكلام ولا كذا ولا كذا، يعني ما تفهمش ايه اللي بيجرى. فجزء كبير من سحر وجاذبيه اللعيبه الميركاتو فعلا الاخيره بعد ما بيروحوا نوادي ثانيه مهما كانت الصفقه يعني. ويعني كلام حضرتك ده يعني ده رساله موجهه لمحمد صلاح يعني، كلام برضه عليه كلام الفتره كلام يعني. عشان ما تكررش، مش عايز اقول نفس الخطا، ما تاخدوش الخطوه اللي خطاها لا ميسي ولا كريستيانو رونالدو. بس كان الاول الكلام رايح جاي، دلوقتي الكلام بقى بيميل اكتر لكفه انه فعلا رايح برشلونه او انه في جديه في الكلام يعني ده. رغم ان طبعا برشلونه في حته ثانيه وفريق كبير جدا وريال مدريد فريق كبير جدا، لكن انا على مستوى شخصي لا اتمنى ان هو يترك ليفربول لانه ناس كتير صنع مجده، صنع تاريخه صحيح. يعني النهارده مش نادي ليفربول، مش فريق ليفربول، مش بيجيب اهداف، مش الهداف، مش خد معاهم دوري ابطال او لا، هو بقى ايقونه المدينه، مدينه طبعا. ليفربول طبعا. المدينه يعني نادر جدا لما بيعملوا اغاني، يعني الاغاني كلها باسم الفريق ويول نيفر وكالون يعني انت مش لكن انت ايجيبشن كينج مو صلاح، انت بيعمل لك اغاني ليك انت ايقونه المدينه. الحب ده ما بيحصلش كتير بالظبط. وبعدين يعني من حسن حظك ان في عصرنا الحالي ليفربول اعلى من ريال مدريد واعلى من برشلونه في السنوات الاخيره. خلاص الدوري الاسباني هبط كتير لما رحل عنه رونالدو ثم بعدين ميسي، بقى الموضع يعني ما بقاش حد يتفرج عليه قوي يعني. يمكن في الفتره الاخيره بكل امانه لما برشلونه بدا يرجع تاني وريال مدريد متفوق بصراحه في المباراه الاخيره حتى بعد فوزه المثير على باريس سان جيرمان بثلاثيه في البرنابيو وقدر يتاهل لدور الثمانيه دوري ابطال اوروبا، الناس بدات شويه تبص يعني. حتى احنا عندنا مباراه الاسبوع القادم مباراه الكلاسيكو اللي هو ريال مدريد وبرشلونه يوم الاحد اللي جاي، طبعا الناس كلها تستناها لان اللي خلاها قويه عوده برشلونه الى مستوى يعني تدريجيا قدر يرجع تاني، فده العمليه رجعت تاني. لكن ما زال مثلا برشلونه مثلا متراجع شويه في المركز الثالث. لو هو طبعاً عنده مشاكل ماليه يعني انا استبعد بالزبط تماما انضمام محمد صلاح ليه، هو يعاني بشكل كبير. لا اتمنى خليه بيصنع مجده هو كمان، مع الوقت بيزود ارقام قياسيه بتزيد كل ما بيهدف بيزيد معاه. والحذاء الذهبي عمال يقرب منه، هو لغايه دلوقتي مسجل 20 طبعا مقابل ساديو ماني 12 ورونالدو 12 وجوتا 12 بالظبط. طبعا هي طبعا بعيده شويه ان حد يحصله، ان شاء الله ما يحصلوش، لكن حضرتك شفت رونالدو في ماتش 3 اهداف اي ماتش يعني هاتريكين 3 من دول بالظبط. ربنا يكرم يعني ان شاء الله ويكمل، لان هو 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 هو, هو بيعمل مجد في اقوى دوري في العالم، فما اعتقدش انه يقدر يروح حاجه ثانيه. وان شاء الله السنه دي باذن الله مع اثاره البريمير ليج ان شاء الله يكون من نصيب ليفربول انه ياخد الدوري الانجليزي السنه دي، لان هو بصراحه يستحقه مع كامل التقدير والاحترام طبعا لمانشستر سيتي. طب لو رحنا للدوري الايطالي، والدوري الايطالي برضو يعني لو هنقارنه كده ونقول عن الدوري الاوروبي، لا هو قوي يعني يعتبر برضو من الدوريات القويه جدا، وعندنا هنا برضو مع ميلان منافسه وانتر ميلان يعني، وفكره هنا برضو نابولي ويوفنتوس يعني منافسات شديده جدا. بتشوف برضو ده ازاي او بتشوف الماتشات القادمه دي ازاي؟ والله هو الدوري الايطالي من السنه اللي فاتت من الموسم الماضي حتى والموسم واستمر بالموسم الحالي بصراحه بقى فيه الاثاره ثاني، بعد سيطره يوفنتوس 9 سنين متتاليه على الكاليتشو ما بقاش فيه الاثاره قوي يعني، بعد طبعا بالزبط. ديربي ميلان مدينه ميلانو اللي هو الانتر واي سي ميلان لما ابتعدوا تماما، لما رجعوا بقى السنه اللي فاتت وفاز الانتر بالبطوله، والسنه دي البطوله بصراحه رائعه جدا يعني، حتى تلاقي الفرق ما بينهم الثلاث الاوائل نقطتين يعني. ما اعرفش ميلان دلوقتي بعد تعادل الانتر اول امبارح مع اتلانتا 1-1 بقى مش عارف، الميلان الاول تقريبا 63، ما اعرفش الثاني الانتر يمكن 62، نابولي 60، وما زال في 10 ماتشات تقريبا لكل فريق بتحسمها بعض المواجهات الصعبه، في منهم يقابل روما، في يقابل لاتسو، في منهم يقابل ليفونتوس ويقابلوا بعض، فده برضو بيعمل جو من الاثاره للمباريات. ده احنا الكسبانين لان الكاليتشو او الكره الايطاليه عامه اللي كان اللي يمكن التسعينات كان هو اقوى دوري في العالم بصراحه، كان الدوري الايطالي يمكن تراجع طبعا في السنه الاخيره خلف الاسباني ثم الانجليزي، لكن ما زال بصراحه في رائحه كره القدم يعني. الكره الايطاليه والابداع الايطالي والدفاعات الايطاليه الكره الايطاليه موجود برضو كمحبه دوري غير بالزبط. مصري عند كتير من المصريين، لا الدوري الايطالي من طبعًا قديم الازل ايطاليا حلوه. طب تعالى نروح للقاء اياكس امستردام مع بنفيكا وتوقعات حضرتك لهذا اللقاء ايه، وخصوصا ان يعني لازم طبعا ناخد في الاعتبار ان اللقاء الاول اللي جمع ما بينهم في البرتغال انتهى بالتعادل بهدفين تقريبا لكل فريق منهم، فشايف الماتش اللي جاي ده طبعا مع كامل الاحترام ان ما فيش حاجه مضمونه في كره القدم، لكن هي تميل قليلا بصراحه لاياكس. يمكن اياكس حتى في المباراه الاولى كان هو اللي بيتقدم وبنفيكا هو اللي بيتعادل، تقدم تاني وبعدين بنفيكا تعادل تاني، حتى يمكن في تصريح لتين هاج اللي هو المدير الفني لاياكس امستردام النهارده قال لك احنا ما اتدربناش على ضربات الجزاء،
يعني، بس هو رجع عالجها تاني عشان ما يبقاش فيه نوع من السخريه او الاستهزاء. قال لك احنا كده كده بنتدرب اصلا طول المباريات او طول الموسم على ضربات الجزاء، لكن اعتقد ان هو عنده لاعب زي سبيستيان هالر اللي هو الليفواري هداف رائع جدا بصراحه. برضه في مدراء فنيين كيدين جميله الكلمه كده، وقال يعني رجع سحبها تاني بالظبط. هو يعني بصا عمل هتخد كده مع الحيطه زي ما بنقول. فهو بصراحه شايفها تميل شويه، لكن طبعا الاهتمام كله النهارده هيبقى طبعا ريال عفوا اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، هي المباراه الاقوى شويه في الماتشين النهارده، يمكن عشان حتى بسبب ان المباراه الاولى برضو كانت انتهت 1-1 في مدريد، لكن بسبب ظروف الفرقتين وعوده شويه نوعا ما لمانشستر يونايتد، وكمان كريستيانو رونالدو اللي هو مهدف في مرمى اتلتيكو مدريد لوحده 25 هدف منهم 22 هدف مع ريال مدريد، وحتى لما راح اليوفنتوس كان عمل مباراه تاريخيه لما اتغلبوا 2-0. اليوفنتوس اتغلب 2-0 من في 2019 من اتلتيكو مدريد في مدريد، وبعدين رجعوا كسبوا 3-0 كان هو اللي سجل الثلاثه. فده اكبر خطر النهارده على اتلتيكو مدريد هو كريستيانو رونالدو النهارده، يعني شايفها برده مش مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد، لا كريستيانو رونالدو واتلتيكو مدريد اكيد هتبقى مباراه اكثر امتاعا بصراحه من مباراه بنفيكا واياكس امستردام. طيب احنا هنتكلم برضو، وانا حابه ان انا اروح لماتش مصر والسنغال، وحابه ان انا برضو اتكلم عن اصابه محمد صلاح اللي النهارده اطمنا ان هو هيشارك باذن الله. بس في تفاصيل وفي كلام كتير برضو حابين ان احنا نتطرق فيه مع استاذ محسن، بس بعد الفاصل. حديثنا مستمر مع الاستاذ محسن لملوم. كنت بسال حضرتك قبل الفاصل، كنا بنتكلم عن منتخب مصر والماتش المرتقب بين مصر والسنغال وفكره اصابه محمد صلاح والخوف اللي كان موجود اليومين اللي فاتوا اللي حسم النهارده ان محمد صلاح هيشارك باذن الله. بتشوف برضو اللقاء ازاي؟ وهل حضرتك بتميل للراي اللي بيتكلم ان احنا لازم نحسم الموضوع من هنا من القاهره وسط جماهيرنا على ارضنا في الظروف المهيئه لصالحنا، ولا الموضوع برضو ممكن ان هو يتم ملاحقته مثلا بعد كده في الاياب؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اولا بالنسبه لمحمد صلاح خلاص الحمد لله اطمنا، بس هو بشكل عام يعني شاب شاي يذكر، يعني الواحد بصراحه قلقان على المنتخب بعد حاله الاجهاد اللي فيها معظم اللعيبه، كمان القطبين الكبيرين الاهلي والزمالك في الجولتين الثالثه والرابعه لدوري الابطال للاسف خسروا الاربع ماتشات. أيوة. حاجه غريبه جدا، كل ده بيقلقنا شويه قبل مباراه السنغال، لكن يعني ان شاء الله بعد الجوله الخامسه اللي هي تبقى الجمعه والسبت ان شاء الله يعني ياخدوا بقى الراحه واللعيبه كلها تستعد لمباراه السنغال. انا مع الراي ان هو المباراه لازم تحسم ان شاء الله من مباراه القاهره، لان انت عندك عنصر الافضليه اللي هو الجمهور، يعني طبعا ده مش هيفرق قوي في كره القدم الحديثه والاحترافيه ما بقاش فيه الكلام ده قوي، بس لها تاثيرها، لها تأثير. خلينا نقول لازم تستغلها، لازم تبقى الروح حاضره عند اللعيبه. بالظبط، الروح حاضره عند اللعيبه كلنا شفنا ساعتها بقى زئير الجماهير ده بيعمل احلى شغل. بالظبط، بيدفعك وكمان بينال من المنافس طبعا. اكيد طبعا هم للاسف شديد لعيبه محترفه في كل في اغلب انديه العالم، في اكبر انديه العالم، فمش هتاثر قوي، بس برضو انت تقدر مع الضغط تقدر تحسم بنسبه كبيره هنا. يعني انا مش عايز اكون متفائل، خلينا اصل انت عندك كام دولي. بالظبط، يعني خليني يسخنوا معاك. انا يعني ايه يعني يا سلام يا سلام لو نقدر يعني رقم واحد يبقى عندنا ما نتلقاش هدف في مصر، لان ما زالت طبعا قاعده الاحتساب الهدف بره مش عارف بهدفين، غير اوروبا لسه موجوده في افريقيا. نتمنى رقم واحد ما نستقبلش اهداف ونقدر نسجل، يا سلام لو 2-0 ده انا اقدر اقول لحضرتك. اشمعنى ليه موجوده في افريقيا بس؟ يعني ما هو لسه هي بتبدا لما بدا في تكافؤ فرص. لا لا، الاصلاح بيبدا الاول في اوروبا، يعني يعني الاصلاح الحاجه الكويسه عملوها في اوروبا بدءا حتى من دور المجموعات. على النتيجه بيعمموا بقى لما تحصل، ما ده اذا كان في دور المجموعات لدور الابطال افريقيا والكونفدراليه ما فيهاش الفار اللي هو موجود في كل حته في العالم، فافريقيا ما زال فيها للاسف الحاجات دي. مش مشكله، هي لنا وعلينا برضه. خلينا نكون لا هي لنا وعلينا، هي مشكله بس هي لازم ان تحل، ومن حقنا ان احنا يبقى عندنا في جميع ماتشاتنا فار. انت بتتكلم على الفار؟ ما اكيد لا ماشي اوكي اكيد طبعا، انا فاكر حضرتك بتقصدي الحته دي. يعني مش هنعديها كده. ما هو يعني اصل مش مشكلتنا احنا، مشكله الجميع. افريقيا يعني مشكله القاره، مشكله القاره افريقيا في كره القدم الا حقل تجارب او فقر تجارب بالنسبه لاوروبا، يعني سواء لعيبه او بيجربوا فيها البطولات مش اكتر يعني. لكن نرجع لمباراه عايزين ننتفض بقى على الوضع ده، يعني مع افريقيا صعب جدا.
بصراحه في افريقيا صعبه. حضرتك شفت الانتخابات الاخيره، انتخابات الكاف كانت مهزله مسرحيه كوميديه بصراحه اتعملت. ما فيش انتخابات حط ده هنا وسكن ده هنا وادي لده نائب وادي لده وانت تنازل وخد مش عارف ايه، اتظبطت. حتى بطوله الدوري السوبر ليج اللي هو كل اوروبا رفضته جم بيجربوه في افريقيا، يعني يجربوا هيجربوه في افريقيا اللي هو ضد اصلا كره القدم، بيستغلوا نفوذ انديه كبيره زي الاهلي والزمالك والترجي والوداد والرجاء ومش عارف المازيمبي، وياخدوا 20 فريق يفضلوا يطحنوا في بعض طول الموسم، واجهاد كبير جدا وضغط مباريات كبير جدا من اجل المال. ولو نجحت عشان هم كل ده من اجل استثمار مادي، لو نجحت يقولوا بقى لاوروبا اهو يعني احنا عايزين نطبقها، اللي هو بيحاول يتزعمها شويه ريال مدريد مع برشلونه مع ليفنتوس اللي هو عشان امور ماديه. هي فار تجارب، فيعني ما تتكلمش في القصه دي للاسف طيب. الشديد يعني افريقيا ما زالت للاسف يعني موبوءه بالامور الاداريه دي للاسف. فيعني نرجع لمباراه السنغال، يعني انا مع الراي ان احنا ان شاء الله نحسمها من القاهره، يعني جزء كبير تحسم من القاهره. ما ينفعش تروح هناك، تروح مباراه العوده في السنغال، شعب السنغال متعطش لكره القدم، كلنا شفنا لما فاز على مصر في نهائي افريقيا شفنا الشوارع كلها وفرحه يستحقوها طبعا. ما احنا في الاخر كره قدم، لكن احنا مش عايزين بقى خلاص يعني بلغه الكوره مش عايزين يعلموا علينا ما كنتش مش عايز الفوز يا يعني خدوا حاجه واحنا نروح كاس العالم. احنا نستحق الفوز بمعنى يعني انا مع حضرتك جدا ومع كل النقاد الرياضيين وكل ضيوفنا اللي بيجوا يتكلموا، الاجهاد الاجهاد الاجهاد، الضغط العصبي، الضغط البدني، كل الكلام ده تمام، ولكن في الاول وفي الاخر انا كجماهير مصريه او مشجعه لمنتخب مصر، مش لازم ابقى من جماهير المصريه، منتظر الفوز لان انا بشوف منتخب مصر يستطيع ويستطيع جدا. فلما باجي اشوف المشهد وبحس ان هو الحال عامل كده ليه، وبعدين اجي اسمع تاني الاجهاد والضغوطات و الى اخره، برده ده مش هيشفي يعني التعطش اللي جوايا بمعنى اصح. صحيح. فبتشوف النقطه دي ازاي؟ لا انا مش عايز اقول الاجهاد، بس عايز اقول ايه يعني اكبر نقطه احنا خسرناها من بعد كاس الامم الافريقيه هي حاله التوحد يعني اللي ما بقاش موجود للاسف. يعني احنا ايام كاس الامم كل الاهلاويه كانوا بيشجعوا ابو جبل، كل الزمالكاويه بيشجعوا محمد عبد المنعم، يعني العمليه ما خلاص بقى منتخب مصر. حتى لما كان يجي فريق مثلا الاهلي لما راح في كاس العالم للانديه بقى الزمالكاويه يقولوا لا خلاص بلاش تحفيل دلوقتي، ده احنا في حاله مش عارف وئام وود وحاجات زي كده. للاسف ده اتشرخ، والسبب الرئيسي فيه بكل امانه الاعلام، مش الاعلام كله، بعض الاعلاميين اللي خدوا من الترند يجيبوا لاعب مثلا زي احمد سيد زيزو، لاعب كبير في نادي الزمالك، جابوه وقعدوا يحطوا اختيارات ابو جبل ولا الشناوي ما اعرفش مين ولا مين، يعني حط يعني احرجوا اللاعب فاضطر يختار لعيبه الزمالك، لانه لو اختار لعيبه الاهلي الجمهور هيهاجمه، ولو اختار لعيبه النوع ده ملوش اي لازمه اصلا. حتى لو عرفت تسيطر صحفيا استحاله تسيطر على السوشيال ميديا. بس الاساس الاعلام هو يعني لما اللاعب طلع ما ينفعش بقى. احنا في حاله وعندنا ماتش مهم ضد السنغال وعايزين التوحد تاني، فيضطر يقول على اللعيب بتاعه اللي هو زميله في الفرقه انه مش رقم واحد، ده التاني اللي هو زميله بقى في النادي طبعا. فالامور دي ما كانش لها داعي اصلا، يعني ده اعلام. انا شايف ان ده بصراحه ده فساد اعلامي. هو للاسف يعني ده اكبر خطر على الـ على الـ على المنتخب. الحمد لله ان دي انتهت شويه مع بدء المباريات وتوالي المباريات. طبعا اذا كانت النتائج ساءت في دور ابطال افريقيا بالنسبه للاهلي والزمالك تحديدا، لان هم طبعا الاساسيين في منهم عناصر اساسيه في منتخب مصر، لكن مع 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 الشحن بقى او الجمهور زي ما حضرتك قلت اللي عنده الرغبه دي والتعطش، اللعيبه نفسهم يا جماعه اصل احنا لو لا قدر الله ما تقلناش كاس العالم ما عملناش حاجه، يعني احنا كده ما عملناش حاجه. انا فرحتي بان انا اخد وصيف افريقيا، منتخب مصر اكبر من الكلام ده كله طبعا. حتى لو خدها مرتين وصيف افريقيا، لا انت لازم تبقى البطل. ما خدتش البطل اوكي خلاص، يبقى انت على الاقل روح كاس العالم. طيب خليني ارجع بعد اذنك ولو لثواني كده لمحمد صلاح مره ثانيه، كنا بنتكلم عنه من شويه وقلنا فكره انه الكلام عن فرصه انتقاله من ليفربول الى برشلونه من عدمه. في نقطه كتير من الناس بيستغربوها، يقول لك ان محمد صلاح اللي هو مكسر الدنيا ويعني بالمعنى الحرفي في الدوري الانجليزي ما بيعملش كده، ازاي الراجل ده بالانجازات دي بالارقام اللي هو بيحققها والكثير منها ارقام قياسيه، ازاي اجره او راتبه يقل عن غيره من اللعيبه زي لوكاكو ودي بروين وغيرهم؟ ايه الاجابه اللي ده صحيح ممكن تكون منطقية؟ يعني عايز اقول لحضرتك مثلا ان واحد زي كريستيانو رونالدو 500 الف استرليني في الاسبوع في نادي مانشستر يونايتد، هي للاسف حسابات انديه، يعني هو النادي والامكانيات انديه، امكانيات وحسابات. حسابات ليه؟ لان هو النهارده لو رفع، هو اكيد طبعا محمد صلاح افضل لاعب في العالم في الوقت الحالي وليفربول عارف الكلام ده كويس جدا، لكن هو النهارده صلاح مثلا بياخد تقريبا 220 او 200 الف استرليني في الاسبوع، لو رفعه ل 450 زي ما هو عايز
هيضطر يرفع كل الفرقه. ما هو ساديو ماني ما اعرفش 180، فيرمينو ما اعرفش 200، الفرقه كلها هتضطر تعلى. طب لو الميزانيه تسمح ما يرفعوا الناس دي كلها، ما هم ادرى بقى. ما هم ادرى. ما هم انا موافقه ب 1000 استرليني في الاسبوع. زي الفل والله، زي استرليني والله. الصبح هندعي لك على 1000 استرليني. ما هو في حته كمان بيحسبوها جنب ده، السن. صلاح النهارده 29 سنه، لما عقده يخلص 22 23، اللي هو الصيف العام القادم ان شاء الله هيكون 31 سنه، لما يتجدد له كمان 3 سنين او سنتين على الاقل، طبعا مفيش 2 بس قول 3، يعني يبقى 34. ما يقدرش يديله الرقم العالي ده. موجود عند رونالدو، لان دي حسابات اخرى رونالدو، لان هم بيعملوه بقى بيعتبروه نوع من الاستثمار. موجود طبعا عند صلاح، بس لسه مش زي رونالدو. رونالدو ما زال اللاعب الاعلى تسويقيا في العالم، حتى في عز منافسته مع ميسي كان هو اعلى من ميسي، رغم ان ميسي اعلى منه. أنا اتوقع وصول صلاح للرقم ده ويمكن اعلى لما يوصل لسن كريستيانو. ده توقعات لا يعني. لا لا هيبقى صعب جدا. لا اقول لحضرتك صعب يعني. ليه 36 سنه؟ خلينا نقارن برضو ما بينه وما بين كريستيانو في السن بتاعه اللي هو 29 سنه، هتلاقي برضو الفارق ما كانش اللي هو الكبير جدا. كريستيانو وصل دلوقتي 36، بياخد طبعا مبلغ، وده طبيعي جدا باي ديفولت زي ما بيتقال بحكم السن والخبره. محمد صلاح الفارق ليس بالكبير، على بال كم سنه وتجديده مع ليفربول، ولسه الحديث عن المبلغ اللي هو المرتقب. فلا يعني اتمنى يصلوا. انا في كل الاحوال ما يعنينا طبعا محمد صلاح، انا اتمنى محمد صلاح احنا نتمنى له برضو يعني نتمنى له اكيد ويبقى ويصلوا الحل. يعني هو طالب 400 تقريبا، او وكيله يعني طالب 400 او 450، والنادي عرض 300. ان شاء الله يصلوا الى نقطه التقاء، لان انا مش متخيل محمد صلاح خارج ليفربول، لانه طبعا اصبح ايقونه مدينه ليفربول. اكيد دي حاجه مهمه جدا. احنا بنشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا معانا في حلقتك النهارده، يعني دردشنا معاك في ملفات مهمه. ان شاء الله نشوفك على خير في ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك استاذ محسن، وشكرا لمتابعه حضراتكم لينا في 10 الصبح في الاهلي، ونشوفكم بكره ان شاء الله واخر الاسبوع و10 الصبح في الاهلي.